نحن بعد الربيع العربي بمدينة طنجة نعيش اليوم الخامس للمهرجان 13 للسينما، وأغلب الأفلام المعروضة فيه تشوه الإسلام وتتهمه بالإرهاب. الغرب يفاوض المسلمين ويقولنا لابد من التفاوض مع هؤلاء الذين اختارهم الشعب، لأننا لو لم نتفاوض معهم زيد لجاءنا إرهابيون. وهذا ما زال في المغرب، المواضيع التي تتناولها السينما والتي عرضت لحد الآن ومن بينها فيلم المغضوب عليهم يصور الإسلام أنه دين الإرهابيين الاستئصاليين. شوه الحدود الإسلامية وشوه الدعاة إلى الله تعالى. أنا أتحداكم يا أهل السينما والفن أن تتحدثوا عن الإرهاب الحقيقي. بالأمس فقط قام الصهاينة بالقبض على رئيس الشرعية، ممثل الشرعية الفلسطينية، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهو غادي يضيف حبابه. تكلموا لنا الآن في الفلام اللي أنتم رجال على هذا الإرهاب، تكلموا لنا عن الإرهاب الصهيوني الذي دمر المساجد فيما يسمى بالرصاص المصبوغ، تكلموا لنا على ما فعلت أمريكا في غوانتانامو، أو ما فعلت في سجون أبي غريب، أو ما فعلوا عياذا بالله في افغانستان. شتوا ولا ما شتوا الصوره الاخيره ولا ما شتوهاش في افغانستان؟ شتوها ولا ما شتوهاش؟ وشتوها ولا ما شتوهاش؟ شتوها ولا ما شتوهاش؟ الجنود الامريكان يتبوا